وأنا اسمي سلمون أنيس العلي، أنا في مسار الروبوتات. تعلمت مسار الروبوتات، حساس اللون، حساس المسافة، حساس اللمس، وفي أشياء تعلمتها كثير، التركيب وغيرها من الأشياء. دخلت في مقياس موهبة من أمي، أمي وأبوي شروا لي كتب وظليت أذاكر. بعدين لما رحت مقياس موهبة حطوني في غرفة لحالي أروح الاختبار وعملوني بلطق. أنصحكم أنكم تجربوا الاختبار موهبة وجو فاب لاب، لأنه ساعدني في أشياء واجد من هالتعليم، وذا حتى ساعدني في المدرسة. أشوف في اليوتيوب مثلاً زي أبي أحاول أسوي روبوت، فهمتي؟ أقوم في أشياء البيت مثلاً وأقوم أركبها وأحاول أن أسوي يعني اختراع. ودي أصير ساينس كمبيوتر، أني ودي أصير مثل كذا يعني، أني أعرف البرمجة وغيرها من الأشياء. يعني لو مثلاً جالي مثلاً جهاز فيه فيروس أحاول أني أصالحه، بعدين راح تصير زين الأشياء. عيال خالتي اجتازوا وحتى راحوا مدارس. أنا اجتزت في موهبة حتى كان بإمكاني أروح مدرسة الجابر. شكراً على اللي لما سجلوني في فوبلوب ساعدوني فيه. الصراحة متعة في فوبلوب.